لأنه هنا سؤال شيخ يعني يحرص صاحبه عليه، يقول أنكم ذكرتم في المحاضرة اللي ذكرت في المحاضرات التي كانت في الفردوس أنكم قرأتم كتاب من القرآن سيد قطب، فهل يعني ذلك أنكم تمدحون بقراءة كتبه تنصحون؟ ولذلك قلنا بارك الله فيكم، يعني لا شك أن الشيخ سيد قطب على كل حال لما كان حصل وحتى لما وصلنا هنا قالوا لا هو حي يرزق لم يقتل وكذا، لكن أنه اشتهر في الناس أنه يعني قتل لأجل القول الحق وكذا، فالدنيا كلها لم يعرفوا حقيقة الأمر عن عقيدته، ومهما كان لا شك أننا نستغفر له ونقول له ربنا يغفر له، ولكن الذي يترك، ولذلك يوصى كما هو معروف أن الإنسان لا يتكلم بكلمة يكون له أثر سيء في الناس أو في ولو واحد منهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم، كذلك يحرص أن يكون يترك شيئا من الآثار، إذا ذكر يقال قال رحمه الله، ولا يترك شيئا قد يكون يعني عليه إثم في ما كتب وفيما قال وكذا. فالذي وصلت بعد ذلك في الحقيقة أنه اشتريت الكتاب وكان عندي فلوس ووجدت كتاب جديد، وأول كتاب ثاني كتاب في مجلس نفسه كان جاء بتحقيق الشيخ نور الدين عتر علوم الحديث لابن السلام، كان أول أسبوع كان وصل فاشتريته. فالحاصل على كل هذا الحمد لله، يعني كتاب كان كتاب وقرأ، ويشهد الله أن القلب كان قد ذاك الوقت، وإن كان يعني ما خسر الباع، لكن وجدت أشياء فيه يعني كلام أدبي ومؤثر ولا شك فيه، لكن مسائل عقدية اللي درسناها على مشايخ الهند، كان يدرس شيخنا في مسائل في العقيدة كتاب عقيدة النسبية درس، لكن كان ينسف القواعد والأمور التي ذكروها هم، فاستنكرت أشياء وأنا قرأت يعني على عجل، والكتاب أرسلته إلى الهند مكتبة كبيرة جدا، لكن لا يعني فيما بعد الحمد لله الذي وفق، كان تزامن أن الشيخ المودودي رحمه الله أيضا كتب كتاب الخلافة والملك، وهذا الكتاب من أسوأ ما كتب في هذا الباب، نال من عثمان بن عفان رضي الله عنه حتى أنه تعبيره أنه كان من، نحن نقول دائما المؤرخ يجب أن يكون متحريا الصواب، ورواية التاريخ لا يمكن أن يأخذ الإنسان الصواب منها إلا باستعمال قواعد المحدثين. والشيخ يترك روايات في صحيح مسلم أما يزكي عثمان ويدافع عن نفسه، ويأخذ كلام أبو مخنف لوط بن هيا وغيرهم وغيرهم أنه كان يعطي أموال بيت المال لأقاربه، فثار الناس كأنه صور القضية أن عثمان رضي الله عنه تسبب لنفسه لقتله هكذا. فطالعت الكتب التي ردت عليه وجمعت، وعندي الى الان مجموع، حتى الشيخ عبد الغفار حسن رحمه الله كنت اقول له يا شيخ عبد الرحيم باكستان وقد طلع كتاب كذا ائتوا لي به، فكنت كان ياتي لي رد الشيخ المودودي. كذلك في اثناء هذا، حيث ان فكر الشيخ المودودي يتصل مع فكري في هذا الباب خاصه مع سيد قطب، ف وجدت في بعض الكتب أن الشيخ المودودي لعله أخذ هذا من سيد قطب، أو سيد قطب أخذ من هذا طبقا لطبق هذا الكلام في العدالة الاجتماعية لسيد قطب. تلك الأيام أنا عندي النسخة القديمة، ما أدري أتبع هي موجودة فيها هذا الكلام. في ذاك الوقت كان في الحقيقة إخواننا الجماعة الإسلامية كانوا يريدون يتلقفوني هنا، فقالوا لي في مكة أنت ليش ما تحضر مجلسنا عندهم تنظيم، وعند الإخوان أخوان في هناك في مدينة أيضا خاصة فلسطينيين وأردنيين لهم تنظيم خاص يجتمعون ويلقبون، كانوا يلقبون إخوانهم فيما بينهم بطيبين، فأنا أمزح بالبعض لما فهمت القصد، قالوا من الطيبين يعني منا هو،
حتى رئيسهم يوم واحد قال قلت له يا أخي تمر بنا لا تجلس، قال أنت لست منا، هكذا بكل سرعة. فحصلت بيني وبينهم مخالفة ومناقرة منافرة من المدينة. ثم لما جيت هنا بالدراسات العليا حصلت زيادة، فكنت أناقشهم في مسائل هذه التي هي عن الشيخ سيد قطب، وقلت كيف وتكلم على عثمان وكذا. قال عثمان معصوم؟ هكذا يقول. قلت أي سيد قطب معصوم؟ ويشهد الله لعل الشيخ ربي يذكر أن الشيخ ربي ما كان دخل بالكلام على الشيخ سيد قطب ودراسة كتبه. ذهبت قبل يمكن أكثر من 38 سنة وتزوجت أول وما جاءني أولاد وكذا، فالشيخ دعاني في مدينة في بيته، فقال صحيح أن سيد أن الشيخ المودود يتكلم على عثمان؟ قلت هذا موجود عند سيد قطب في كتابه. قال أين هو؟ كأنه شيء جديد عليه. وجزاه الله خير، لا شك أنه مؤمن بأنه قد أدى كفارة للأمة في بيان أخطاء سيد قطب الذي كان بالحقيقة انتشر بين الناس. فأنا لا أشجع أن يقرأ الكتاب الإنسان، لا شك أنه يقرأ فيما ليس فيه مسألة عقدية أو كذا، لكن في مسائل العقيدة لابد بجانبه الكتب التي كتبت وراءه. والفضل للمتقدم كتاب من الدويش، هذا كان كان أول من نقد، وهذا الكتاب أنا قرأته أيضا والحمد لله. لكن ما ليست عادتي أني أبدع أو كذا، لكن أقول هذا من أخطاء الإخوانيين الذين يعتقدون الاسم في مشايخهم ولا يعتقدون الاسم في عثمان. وكان أحد زملائنا شاكر ذي فياد، نحن نجلس بجانب الآخر في كرسي الدراسة في جامعة المنقرة في الماجستير، كان أيضا بيني وبينه مواقف مثل هذه شديدة في البحث. وكان ما أذكر أن زملائنا الكبار الآن أيضا كانوا معهم هؤلاء الإخوان السعوديين، وكان واحد يمزح معي، واحد من الإخوان السعوديين كان لما ناقشهم في هذا المجال كان لقبني جبهز مو جبز، يعني كان ينكت علي جبهز. فكنا دائما إلى وقتنا هذا نقول لا، نقول لكل واحد حقه ما دام هو في دائرة الإسلام، لا ينبغي أن نوغل في حتى نظلم أحد، ولا أن كما بصرنا الشيخ حفظه الله أننا لا نكون نأخذ كل من تكلم به شخص ولو كان مخالفا للعقيدة ولو كان مخالفا لعقيدة أهل السنة. لا بد أن ننتقي الأقوال، فبذلك لا نقرأ، نقول أنه توصي أن تقرأ، نقول لا نحتاج إلى أن نقرأ مثل هذه الكتب الأخيرة، وعندكم تفاسير صحيحة ألفت الحمد لله بأحاديث صحيحة. كذلك عندكم كان يوصينا الشيخ صالح العراقي، قال مرة رأى في يدي، وأنا كنت أقرأ كتب كثيرة في حتى اشتريت أبرات نظرات موجودة الآن في بيتي، وكتاب وحي القلم مصطفى صادق الرافي تقرأت القرآن كله قرأته، فرأى في يدي كتاب أظن من فلوطي أو أحمد أمين، كان الشيخ صالح كلمة جميلة جدا، قال إيش تريد من هذه الكتب؟ العلم لا يأتيك العلم، هل تريد منها الأدب؟ لا يأتيك الأدب، اقرأ كتب ابن القيم للأدب وللعلم وكتب شيخ الإسلام. والله بعد ذلك الحمد لله كنا نجتمع نحن والثلاثة ومجموع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الثبت الأولى، لما جاء ما كان يوجد إلا في المكتبات، ففي الإجازة كنا نجلس عبد الحليم عبد القدوس وصي الله ومثل المكتبة مثل المكتب، يعني لا نتأخر عن الحضور، والحمد لله نقرأ حتى قرأنا حوالي 13 مجلد بالترتيب. فأنا أقول على كل حال، نقول الآن في هذه الكتب غنية بارك الله فيكم، ولا يحتاج أن يقرأ الإنسان فيما يكدر خاطره بالحقيقة، ما يجد فيه ما يكون موافقا للعقيدة الصحيحة. الله يسلمك. الله يسأل الله أن ينفعنا بما قلتم، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نشكر لكم سعيكم والأخوة.